محاولة بواسطة لاعب بكاري كوني للاعب فابريس أوندما، فابريس أوندما خطيرة لفائدة فريق الوداد، وهدف، هدف أول لفائدة الوداد بواسطة لاعب مالك إيبونا. فابريس أوندما يقوم بمراوغة جيدة ويهدي كرة فوق تبقي من ذهب للاعب مالك إيبونا، والهدف الأول لفائدة فريق الوداد. ونظن بأنه تنشيط اللي اختاروا اليوم طالب فهو غادي على احسن وجه، لانه منين كيمشيو للاطاك كيمشيو ثلاثه ديال لي زيكسونتري بجوج زائد ايفونا، وبالتالي كيقوم دائما الوداد كتهاجم ثلاثه ديال المهاجمين. هذا اختيار جيد بالنسبه للطريق بعدما يعتمد على فتاح والاصباحي والكارتي في الوسط، هادو مكلفين بالدفاع الوسط والاخرون مهتمون بالهجوم فقط. ونتابع يعني كانوا ثلاثه ديال المدافعين من فريق الجيش الملكي، لكن